avec un travail de formation, etc. Sont des incubateurs de. أصدر لي أخيرا كتاب حول محورين، مدينة الدار البيضاء من جهة، وما يسمى بفئة السينيور من جهة أخرى، يعني ديك الفئة العمرية اللي تتجاوز 60 سنة. الإشكالية الأساسية اللي تناول الكتاب وهي التمثلات أو التصورات ديال هذه الفئة العمرية حول المدينة اللي نشأوا فيها، هي مدينة الدار البيضاء. وتناولنا هذه الإشكالية من خلال عدة محاور اللي تتمر من الأسرة، يعني الدرب، الحي، السكن، الحياة الاجتماعية، الدراسة، بالخصوص ديك المعادلة ديال التغيرات اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء، الشيء اللي أدى بنا أننا نتكلموا على أو نستعملوا ديك العبارة ديال الزمن الجميل، بحيث أن هذه الفئة العمرية اللي تنسألوهم عن التغيرات اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء، الخطاب ديالهم تيتضمن جانب إيجابي أنهم عاشوا واحد المرحلة جميلة من عمرهم، وجانب سلبي اللي يكمن في ديك التغيرات، يعني داك الفوضى، داك التغيرات العشوائية اللي تتعرفها مدينة الدار البيضاء. فالعبارة الزمن الجميل تنظن أن فيها بعدين، فيها داك البعد الإيجابي اللي تيتضمن ديك الفترات الجميلة اللي عشناها في حياتنا، وفيها الجانب السلبي كيف قلت، اللي تبين بأن هذه الفئة العمرية تعاني في تدبير هذه التغيرات اللي تعرفها المدينة، يعني بحال إلا سمحتوا نقولها بالفرنسية يسون ديباسي، يعني تجوزوا من طرف هذه التغيرات العشوائية اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء.